السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام لهذا اليوم والتي نعالج فيها أبرز ما كتبته الصحف والأقلام، ونبدأ بالعناوين. في صحيفة في الهيئة نت، مقتل ناشط مدني وإصابة شخص بهجوم مسلح وسط البصرة. وفي المدى، خطة حكومية لتفعيل مذكرات قبض بحق مسؤولين متهمين بالفساد. أما في الزمان، ارتفاع غير مسبوق بإصابات كورونا، الصحة تعلن عن 4013 إصابة جديدة. وفي العرب الجديد، كورونا يضرب الأندية العراقية وشكوك حول نتائج الفحوصات. أما في القدس العربي، استياء وغضب من اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي في الشرق الأوسط. وفي صحيفة الشرق الأوسط، مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة في إيران. وفي إندبندنت عربية، بوتين يقترح قمة سباعية لتجنب التصعيد في ملف حظر السلاح على إيران. أغرب ما في هذه البلاد الغريبة العراق، كما يقول الكاتب، هي نجاة القتلة من العقاب. والأغرب أن قارب النجاة مؤسسات حكومية تحت ضغط حماة القتلة أيا كانت التسمية. عامر القيسي يقول في صحيفة المدى إن المثير للدهشة أن ما يطلق عليهم الطرف الثالث أو المجهول أو المندس معروفون للناس حتى بالأدلة المصورة، ومع ذلك يبقى القائل طليقا أو القاتل طليقا أو يصبح طليقا بعد أن يقضي فترة استجمام في سجن من سجون البلاد. منذ اغتيال كامل الشياع وحتى اغتيال هشام الهاشمي مرورا بكوكبة من النشطاء وحملة الرأي الحر الذين اغتالتهم رصاصات الغدر المعروفة الهوية والاتجاه والمصدر، عجزت الحكومات المتعاقبة عن معرفتهم، فيا للعجب. المخطوفون والمغيبون قضية إنسانية وجريمة مكتملة الأركان، ومع ذلك جناتها طلقاء في أرض البلاد. ضحايا جريمة سبايكر هي الأخرى يزدل الستار عليها وكأنها لم تقع. ضحايا جامع مصعب بن عمير في ديالى نهضوا من قبورهم وهم يرون قتلتهم طلقاء أيضا تحت سمع ومرأى السلطات. وأي سلطات؟ وكيف تحول قرار إعدام القتلة إلى إطلاق السراح بعد 5 سنوات من السجن المحسن؟ أهالي ضحايا عبارة الموصل غسلوا أيديهم من التحقيق والمحققين والنتائج وعقاب القتلة أيضا، ولك ما تشاء أن تعدد وتصف وتستذكر أكواما من الجرائم الفردية والجماعية من الاغتيالات والاختطافات والإبادات والتصفيات والتغييبات لتجد نفسك في دهليز المقتول المعروف والقاتل المجهول. جرائم مرتكبوها أحرار يتجولون بيننا وأمام أعيننا ويدهم على الزناد دائما، فهم الأعرف بالجرائم القادمة التي سيرتكبونها بدم بارد، ثم يعودون إلى بيوتهم وهم يستمعون إلى نشرات الأخبار التي تتحدث عن مسلحين مجهولين في طول البلاد وعرضها. ويختتم الكاتب بالقول إنه لا صلح بين القتيل والقاتل حتى تحقيق العدالة في الاقتصاص من المجرمين الملطخ أيديهم بدماء الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، حتى لا تبقى غصة الظلم في صدور ذوي الضحايا بل والضحايا أنفسهم وهم في قبورهم الضيقة. قالت صحيفة العرب اللندنية إن العراق يشهد تراشقا علنيا بين الحكومة في بغداد وحكومة كردستان العراق، وذلك بشأن رواتب الموظفين.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن هذا المشهد يعكس عمق الأزمة المالية التي يعانيها العراق بسبب تدني أسعار النفط من جهة، وتفشي وباء كورونا وما خلفه من آثار سلبية على اقتصاديات الدول من جهة أخرى. حكومة كردستان العراق عبرت عن استيائها الشديد تجاه مماطلة بغداد في إرسال الرواتب، فيما ردت الحكومة في بغداد معبرة عن استغرابها من الموقف الكردي من نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية وتنظيم الواردات والمنافذ الحدودية، متهمة السلطات الكردية بشكل غير مباشر بسرقة رواتب موظفيها التي تأتي من بغداد. وتريد بغداد أن تضع يدها على أكبر قدر من المصادر الجاذبة للأموال في المنطقة الكردية كالضرائب وعوائد المنافذ الحدودية وغيرها قبل أن تدفع رواتب الموظفين العاملين ضمن حكومة كردستان، وهو ما ترفض الأخيرة القبول به. وترى السلطات الكردية أن إقليم كردستان شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه القوانين النافذة حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني الإقليم وباقي أجزاء البلاد، ولا سيما في موضوع الرواتب، معبرة عن استيائها إزاء الموقف السلبي لحكومة بغداد. لكن وزارة المالية ردت بأن ما ترسله من رواتب إلى موظفي كردستان لا يصل إلى مستحقيه، في اتهام غير مباشر للأطراف السياسية الكردية بسرقة المال العام، ورغم العلاقة الشخصية الوثيقة التي تربط رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمسعود البارزاني، إلا أن التوترات بشأن الرواتب تصاعدت بين بغداد وأربيل مؤخراً. الصحيفة تشير إلى أن أفضل ما حققته بغداد في صلتها بالمنطقة الكردية جاء في العام الأخير من حكومة العبادي التي فرضت شراكة اتحادية كاملة في إدارة منافذ ومطارات الإقليم، وأن كل ما حدث بعد ذلك هو تنصل تدريجي من أربيل من الالتزام ببنود حيوية ضمن اتفاقية 2017. إن تنقية مؤسسات الدولة المتآكلة بسبب فساد الضمائر والأيدي مهمة صعبة وعسيرة، ولا يمكن أن تتم بموجب سن قانون ما أو إصدار قرار ما، ذلك لأن القرارات والقوانين الصارمة موجودة أصلاً، ومع ذلك تجاهلتها عصابات الخراب، بل وتطبقها على كل من ينافسها في الصفات الرسمية وترميه في ظلمات السجون بتهمة الفساد، إن لم تكن تهمة الإرهاب القاصمة للظهر. هذا ما أشار إليه جاسم الشمري في مقاله بموقع عربي 21. ما يريد أن يبني الدولة العراقية ينبغي عليه أن يبدأ بمن حوله ويسذب محيطه من الفاسدين والمتملقين والوصوليين والنفعيين والوطنيين المزيفين، وبعدها يمكن أن يرتب المشروع الإصلاحي الإنقاذي عبر فريق مهني وخطة عمل إصلاحية دقيقة. ويفضل أن يتألف الفريق الإصلاحي من خبراء في علم الجريمة والقانون والنفس والسياسة، تكون مهمتهم الرئيسة وضع خطة عمل سلسة وصارمة في مكافحة جذور الفساد والبدء بالرؤوس الكبيرة أو ما يمكن تسميتهم بمنابع الدمار والفساد. الدولة العراقية بحاجة إلى تنقية عبر نظام صارم يشمل الرئاسات الثلاث واحدة تلو الأخرى، ويمكن أن يتضمن النظام أو الخطة جملة من الأهداف العامة تتضمن تقليل النفقات المالية إلى أكبر قدر ممكن، فضلاً عن تقديم الفاسدين إلى محاكم مختصة دون النظر إلى مكانتهم السياسية. أما الأهداف الخاصة فيمكن تناولها عبر إثارة ملف أهم الوزارات، وفي مقدمتها الدفاع والداخلية قبل كل شيء، يفترض إعادة بيان الدور الجوهري للوزارتين في استتباب الأمن، والتنبيه إلى أنه من الممكن أن يكون الكثير من عناصر هاتين الوزارتين من أسباب تغذية الإرهاب وليس مكافحته، وذلك عبر تطبيق سياسات ظلم الناس التي ستقود إلى تخريج الإرهابيين والحاقدين على الدولة والمجتمع.
وبحسب الكاتب فإن تنقية الدولة العراقية مهمة قاسية لكنها ليست مستحيلة، وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة، والعمل البناء تظهر ثماره ولو بعد حين. من أجل غد عراقي مشرق يجب أن نتكاتف جميعا لتنقية كافة مؤسسات الدولة من الفطريات والطفيليات البشرية القاتلة. تناولت صحيفة الغارديان البريطانية العديد من البنود والحديث حول اتفاق السلام بين الكيان الصهيوني والإمارات برعاية أمريكية. ورأت الصحيفة في مقال للكاتب جونثان فريدلاند أن المستفيد الواضح من هذا الاتفاق هو الرئيس الأمريكي ترامب، حيث بات قادرا على الادعاء بإنجاز في السياسة الخارجية على الرغم من إخفاقاته السابقة في كوريا الشمالية وفي تقويض الاتفاق النووي مع إيران. الكاتب يشير إلى أنه من المؤكد أنه ليس هناك الكثير من الأمريكيين على وشك تبديل أصواتهم بسبب التحول الدبلوماسي في منطقة الخليج البعيدة. ويرى الكاتب أن الرابح الأكبر هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يمكن له الآن أن يتظاهر بأنه رجل دولة يستعد لتوقيع أول اتفاق إسرائيلي مع دولة عربية منذ الاتفاق مع الأردن عام 1994. اللاعب العالمي الذي يتفوق على منافسيه، وهو كان حريصاً على إظهار أن خصمه السابق وشريكه في التحالف بيني جانتس لم يكن على علم بالصفقة الإماراتية حتى تم نشرها في الأخبار، وبذلك يكون نتنياهو قد استطاع تحويل الانتباه بعيداً عن محاكمته بتهمة الفساد. وبحسب الكاتب فإن تحالف الإمارات مع إسرائيل أمر منطقي، وهو ما يسري على دول الخليج التي هي على استعداد منذ فترة طويلة للتقرب من إسرائيل بسبب خوفها المشترك من إيران. ويضيف أن للاتفاق حسابات أضيق أيضاً، حيث يقودنا إلى الأشخاص المفقودين بشكل واضح من قائمة الفائزين. الفلسطينيون طوال تاريخهم رأوا مصيرهم يحدده الآخرون بفضل القرارات المتخذة دون علمهم، ناهيك عن الموافقة، والآن حدث ذلك مرة أخرى. الكاتب يرى أنه من خلال هذه الصفقة تمت الإشارة إلى أنه يمكن لإسرائيل أن تظل محتلة وتغلق إمكانية تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولا تزال تحظى بقبول إقليمي، والنتيجة أن الاحتلال نفسه قد تم تطبيعه بموافقة عربية. هل بقي هناك عالم عربي؟ عالم عربي واحد؟ يصعب رؤية ذلك بالعين المجردة، فسنة إثر سنة تتناثر الدول العربية وتتباعد مثل جزر في محيط زلازل، حتى أن أحدا لم يتذكر مؤتمر القمة العربية الذي أجل إلى أواخر شهر حزيران بسبب جائحة كورونا، لكنه لم يعقد. محمود الرماوي يتساءل في صحيفة العربي الجديد، إذا كان أرفع اجتماع أو لقاء عربي ينقضي موعده ولا يتحقق من دون أن يتوقف أحد عند ذلك، فهل بقي هناك عالم عربي واحد حقا؟ إنها لمن المفارقات حقا أنه كي يعرف المتابع ما يجري في بلاد العرب، فلا بد أن يتابع ليس بالضرورة أخبار هذا البلد العربي أو ذاك، بل أن يتابع التحركات الإيرانية والتركية والإسرائيلية لدول الجوار الإقليمي. وفي الحلقة الدولية الأوسع تحركات أمريكا وروسيا وفرنسا، فهذه الدول وغيرها هي الحاضرة والفاعلة في مجرى الأحداث والتحركات في لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا. وبات الجمهور العربي يعرف تفاصيل المشهد السياسي في إيران وتركيا والدولة العبرية بأكثر مما يتابع ما يجري داخل الدول العربية، فالأنظار العربية تتجه إلى الخارج وليس إلى الداخل الذي لا يغري بالمتابعة ولا يحمل أملاً أو وعداً. وقد انضمت أخيراً أثيوبيا للدول المتحكمة بالمصير العربي، وقد باتت تتحكم في شريان الحياة نهر النيل لبلدين عربيين كبيرين مصر والسودان.
لقد أصبح العالم العربي في السنوات القليلة الماضية أشبه بأفراد عائلة واحدة وكبيرة العدد، توزعت بهم الأهواء والمصالح والمطامح والحسابات الفئوية والأنانيات، إضافة إلى التعثرات والإخفاقات، فما عادوا يطيقون بعضهم بعضاً ولا يأمنون لبعض، ويلتمس كل منهم الصداقة والتفاهم والتعاون مع الآخرين أياً كانوا، بمن في ذلك أعداء قدامى وخصوم مستجدون، على أن يجتمع عقدهم مجدداً فيما بينهم. الكاتب يضيف أن جائحة كورونا تكفلت بتقطيع ما بقي من أواصر ومن مستويات التواصل، وليس أدل على ذلك من مشهد عرب مغتربين في ديار عربية تقطعت بهم السبل ولا يسعهم المكوث حيث هم ولا العودة إلى أوطانهم، فماذا بقي من العالم العربي الذي كان يبدو عالما واحدا قبل أقل من 10 سنوات فقط؟ قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن خبراء اللقاحات عبروا عن قلقهم عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده وافقت على لقاح لفيروس كورونا دون دليل على تجارب سريرية واسعة النطاق، الأمر الذي أثار جدلا علميا كبيرا وفقا لتقرير نشرته الصحيفة. قال دانيال سالمون مدير معهد سلامة اللقاحات في جامعة جونز هوبكنز إن اللقاح الروسي أمر مخيف جدا ومخاطرة لا تعرف نتائجها. الدكتور سالمون وخبراء آخرون قالوا إن روسيا تتخذ خطوة خطيرة من خلال القفز قبل إجراء تجارب المرحلة الثالثة التي يمكن أن تحدد أن اللقاح يعمل بشكل أفضل من العلاج الوهمي ولا يسبب ضرراً على البشر. وعلى عكس الأدوية التجريبية التي تعطى للمرضى، فإن اللقاحات تهدف إلى تلقيح ملايين الأشخاص المعافين، لذلك يجب عليهم إجراء مجموعة عالية من معايير السلامة. إذا حصل مئات الملايين من الناس على اللقاح، فقد تظهر آثار جانبية نادرة لدى آلاف الأشخاص. على مدار القرن الماضي طور الباحثون طرقاً قوية بشكل متزايد لاختبار اللقاحات من حيث السلامة والفعالية، ما جعلها تعد الآن من أكثر المنتجات الطبية أماناً في العالم بفضل الصرامة الشديدة للتجارب السريرية التي تتبع سلامتها وفعاليتها. وقالت ناتالي دين خبيرة الأمراض المعدية في جامعة فلوريدا إن توقيت إعلان روسيا يجعل من غير المحتمل جداً أن يكون لديهم بيانات كافية حول فعالية المنتج، وأشارت إلى أنه حتى اللقاحات التي كانت نتائجها واعدة من التجارب المبكرة على البشر أخفقت في مراحل لاحقة. ويزعم المعهد الروسي أن تجربة المرحلة الثالثة ستضم أكثر من 2000 شخص، لكن جميع تجارب لقاحات فيروس كورونا يتم إجراؤها أكبر ب10 مرات من هذه الأرقام. الصحيفة تختتم بالقول إنه حتى بعد ترخيص اللقاح يتابع الباحثون مراقبته للتأكد من أنه آمن، حيث أن تلقيح ملايين الأشخاص قد يظهر آثارا جانبية نادرة مع مرور الوقت. بعدها يقوم المنظمون بإجراء تعديلات على اللقاح لجعله أكثر أمانا. طورت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية نافير جروب مصباح قراءة ذكي يسمى كلوفا لامب، يساعد الأطفال على تنمية عادات قراءة صحية من خلال سرد كتبهم بصوت عالٍ. وباستخدام تقنية الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي يستطيع المصباح تحويل النص والصور من كتاب إلى كلام، بينما يمكن للمساعد الظاهري المتكامل شرح معنى الكلمات والإجابة عن أسئلة الأطفال لمساعدتهم على التعلم. بهذه الطريقة يأمل المصممون للمصباح استبدال الهواتف الذكية كطريقة للترفيه للأطفال والتحول إلى سماع الكتب. والمنتج على شكل مصباح مكتبي كلاسيكي مصنوع من البلاستيك الأبيض غير اللامع المقاوم للصدمات، ومع رأس نصفي كروي يميل إلى أسفل نحو المكتب. كما يحتوي على مصباح
على شكل حلقة مع كاميرا صغيرة في وسطه، تستخدم تقنية التعرف على الصور لفك رموز الرسوم التوضيحية وتحديد الكلمات المكتوبة باستخدام التعرف الضوئي على الأحرف. وقبل الختام، إلى أهم ما رسم فنانو الكاريكاتير من لوحات لهذا اليوم. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.